بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إن شاء الله استكمالا لسلسلة أعراف الدواء، نتكلم اليوم عن الاسبكتوفيت. الاسبكتوفيت عبارة عن مضاد حيوي بيتكون من مادتين فعالتين، اللينكومايسين والاسبكتينومايسين. اللينكومايسين بيأثر على البكتيريا السالبة، والاسبكتينومايسين بيأثر على البكتيريا الموجبة، عشان كده بيعتبر مضاد حيوي واسع الطيف. وكلا المضادين بيأثر على الميكوبلازما، يعني له تأثير على الإصابة بالميكوبلازما سواء كان الرمح أو كانت إصابات الضرع في بعض الأحيان. الجرعة 1 ملي لكل 10 كيلوغرام، 1 ملي لكل 10 كيلوغرام. بيستخدم في العجول الصغيرة، ويستخدم في الأغنام والماعز والكلاب والقطط، ويمكن استخدامه ايضا في الدواجن والارانب. استخدم مع الماء بمعدل 1 ملي لكل لتر. بيستخدم في الكلاب والقطط بمعدل 1 ملي لكل 5 كيلوغرام. اما الجرعة في الاغنام والماعز فهي 1 ملي لكل 10 كيلوغرام. من مميزات المضاد ان هو سريع الذوبان في الماء، يعني يمكن اعطائه بالفم او مع الماء، بالاضافة طبعا الى امكانية الحق باللحم او تحت الجلد. مدة تحريم 14 يوم في اللحم واسبوع في الحليب. دي كانت نبذة مختصرة عن الاسبكتوفيت، نرجو ان احنا نكون افدناكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.